مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم انا والمدام. انا والمدام مسابقه بتبقى فيها اتنين كابلز قدام بعض، بنشوف درجه الحب والتوافق بين كل كابل، الصدق الكذب، بنلعب وبنعمل حتت شرانيه بسيطه قوي كده. فخلينا نبدا. انا هبه عبد الجواد، اهلا بيكو. تعرف بيكي ميرنا. هاي ميرنا. ريمون. ريمون ازيك؟ روز. روز. مصطفى. مصطفى. ميرنا قولي لي، بقالك قد ايه متجوزه؟ بقالي دي 8 سنه اللي احنا ماشيين فيها. 8 سنه. اوكي. عندكم اولاد؟ عندي ولدين. عندهم قد ايه؟ الكبير عنده 6.5 والصغير عنده 3 سنين و3 شهور. اوكي. في ثقه بينكم؟ جدا. بنسبه كام في الميه؟ يعتبر 1000000%، مش 100%. ما شاء الله. انتوا بقالكوا قد ايه؟ بقالنا 7 سنين. 7 سنين. جوزتوا عن حب ولا صالونات؟ طبعا. اوكي. قعدتوا قد ايه بتحبوا بعض قبل الجواز؟ يعني حوالي 1.5 سنة. اوكي. يعني فتره مش بطاله. الثقه بينكوا اخبارها ايه؟ منعدمه. لا طبعا. انت مضايقه ولا ايه؟ لا لا، هي بس جايه متوتره بس. هنطلع فاصل وهنرجع لفقرة الأسئلة العامة. الأسئلة العامة هنقول 10 أسئلة بسرعة، تمام؟ ومطلوب منكم ان انتوا اللي هيرد الأول هو اللي هياخد البوينت. اوكي. أسئلة عامة يعني عن أسئلة عامة. تمام. فاصل وهنرجع لكم تاني، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومسابقة أنا والمدام، ودلوقتي فقرة الأسئلة العامة. هنقول سؤال واللي هيرد أسرع هو اللي هياخد البوينت. أوكي. ما هو الطائر الأسرع في العالم؟ النعامة. لا. أوكي. بوينت. كم عدد القلوب لدى حيوان الأخطبوط؟ 8. 3. 2 بوينت. لا كده. ما هو الحيوان الأسرع في العالم؟ الفهد. في أي مدينة تقع ساعة بيج بن الشهيرة؟ بيج بن الصين. بريطانيا أو اليابان، حاجة زي كده، مش عارف. زيرو. لندن. ما هو علم السوسيولوجي؟ علم الاجتماع. 4. 4. عايزين أسئلة سهلة شوية. لا مفيش أسهل من كده. مين أول من استعمل شوكة الطعام؟ إيه؟ شوكة الطعام أول حد استعملها مين؟ ملك في أوروبا كده، ملك أوروبي هو. زيرو. ملك فرنسا، الملك هنري. لاعب مصر الدوري حسام حسن كان بيلبس تيشيرت رقم كام؟ 9. طبعا دي مش محتاجة ذكاء. ما هو أول جامع تم بناؤه في مصر؟ عمرو بن العاص. زينب. زينب. تمام بالظبط. أول بوينت. احنا كده 2-6 تقريبا. كده فقرة الأسئلة العامة خلصت. هنروح لفقرة أهم، فقرة الرجالة ما يعرفوش يكذبوا مع دكتور مؤمن بشار، وهنا هتبان حياتي كتير قوي. استنونا لم الدور عشان أنا بجد على آخري. أنا بقول لك أنا هكسب في الموضوع. واثقة فيك. ودلوقتي مع فقرة الرجالة ما بيعرفوش يكذبوا، ومعانا جهاز كشف الكذب. لو الضيف جاوب صح هينور اخضر، لو الضيف جاوب غلط هينور احمر. جاهز؟ جاهز ان شاء الله. اول سؤال بيقول، هل حبيت قبل كده؟ حبيت قبل كده. طيب لو قلنا ان انت جالك سفريه وهتطول شويه، يعني هتاخد مراتك معاك ولا تحب تبقى لوحدك؟ لا هاخد مراتي. تمام. مراتك لابسه شوز لونها ايه؟ بني. مركز. مركز قوي. طيب هسألك سؤال مهم قوي، خنت مراتك قبل كده؟ لا طبعا. متأكد؟ طبعا. تمام انا خلصت، شكرا. لا عفو. طب تعدي. يلا جاهز؟ جاهز. الخيانة عندك بتشوفها حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ حاجة وحشة طبعا. تمام. نفسك تخون؟ لا طبعا. متأكد؟ متأكد تاني؟ متأكد.
اخون ليه طيب؟ تمام. لو سافرت سفريه ومراتك هتبعد عنك فتره، سفريه شغل؟ اه. هتاخدها ولا هتسيبها؟ لا لوحدي طبعا. لوحدك؟ تمام. بتحبها؟ طبعا. متاكد؟ طبعا، كل حاجه في حياتي. تمام، انا خلصت. تمام، شكرا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي هنشوف نتيجة الاختبار اللي اتعمل. بصوا كده هنا معايا على الشاشة. واو، هو دي نتيجتنا؟ ده تيم روز. هو انا تيم اتنين اهو، انا 92%. لا انت العكس، تيم اتنين تيم روز. احنا اللي كسبنا. ادي كل الطاقة. شفتي بقى التوتر؟ شفتي بقى التوتر بتاعك جه على ما فيش ازاي؟ سبحان الله. وانت البهجه بتاعتك جت على ما فيش بقى. ايوه، وعلى فكره ان دي حاجه تبسط بجد. تقبلي اي حاجه بتحصل بضحكه، الموضوع يعدي. طب اضحكي بقى ضحكه كبيره قوي على الفشل ده. والله العظيم هضحك. ايه يعني؟ قوي 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 قوي. هو بالفعل انت فشلتي للاسف. وروز هي اللي كسبت. طب والله المرحله دي جدا انك بتضحكي. تمام، بس لسه في كده هدي. لسه مسابقتنا يا جماعه ما خلصتش. تمام تمام. بس هي المساله انا من جايه متضايقه، فاهمه؟ يعني ربنا بغض النظر انت كسبتي، تعملوا انت كسبتي دلوقتي فتبقي مبسوطه. اوكي تمام. وانت فشلتي للاسف. مش مشكله، بس معانا كارت برانش ممكن نستخدمه. تمام اوكي. تمام، للفريق الخسران. اوكي، هطلب منك انت تحديدا يا ريمون طلب. لو وافقت عليه تمام، هناخد كل الستبس بتاعته، مش هينفع ترجع فيها. تمام. ده هيخلي النتيجه فيه تعادل، ويبقى فيه مسابقه بعديها. طب هي برده انا برده هتوصلنا ل 150,000 جنيه. هو طلب بسيط جدا. طب تمام، انا ما اعرفش انت ممكن توافق عليه ولا لا. ينفع اسمعه الاول وبعد كده اوافق او ارفض، ولا لازم اوافق الاول؟ اكيد لازم توافق الاول. هقوله لك، احنا كل اللي محتاجينه موبايلك. حد من التكنيكال عندنا هيدخل على الصور عندك. هنشوف مراتك، عارفه صحابك اللي معاك في الصور، ممكن صوره ليك انت وهي. ممكن ندخل لسه شايفه الصور دلوقتي حالا. طب فيري جود، يعني انت عندك مشكله ان موبايلك يتدمج؟ ممكن نفتح فويسز مسجز وات ايفر. لا يعني لا، عندك حاجه على الصور. عندك حاجه تخاف منها على موبايلك؟ لا لا، بس هي شادي شايفه الصور اصلا، يعني هي ممكن تجاوب. اوكي، لا مش الصور بس، يبقى ما تقلقش. ولسه شايفه الواتس. لا هو ملاك، ده ملاك. ما يا جماعه ما مش خايف. انت لسه شايفه الصور. طيب يا جماعه، حد يجي ياخد لنا موبايل الملاك بعد اذنكم. موبايل صحيح. لا يعني انت لسه فاشل حالا دلوقتي، لسه ساقط. لا على فكره انا ما مصدقش الجهاز، انا ما قلتش حاجه غلط ولا جديد. ده يعني انا حاسه ان هي على فكره ده جهاز حساس جدا جدا. لا بس ما حصلش الكلام ده، مش حاسس اكتر منه. يعني انا ما خنتش ولا هو برده التليفون مع بعض. سمو العاشق. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبعد ما بقى خلاص معانا موبايل ريمون واحنا اللي فايزين، هنشوف على السكرين ايه هيطلع لنا. يلا بينا. اول صوره يا جماعه. تمام. كناريا. ده كان فين الصوره دي؟ في الجاردينيا. اوكي، دي امتى؟ شهرين ثلاثه. اوكي، شكلكم حلو قوي قوي. تمام، الصوره اللي بعديها. سيستر. دي اختك؟ لا دي انا بقى. بس في سيتي ستار. اه سيتي ستار. مش سيستر. امتى سمعتها إيه؟ سيستر. لا سيستر. اوكي، سيتي ستار. كنت هنا هنا ساعتها كان عندي حاله وفاه. اوكي، وهو خرج فرحانه كده. انت على طول فرحان طبعا، مش لازم الناس بتضحكي. اه صح، برافو. وهو حبيبي، مش لازم تضايقي يعني. ممكن في يوم تقتلك وبعد كده تضحك لوحدها. مشكله فضيحه. هو لقاكي متضايقه فحب ان هو يخرجك. اه هنا كانت حصلت حاله الوفاه بقالها فتره. فكانت فعلا النفسيه بتاعتنا مدمره جدا. كان حد قريب مني قوي، فهو حب ان هو يخرجك من الموت.
تمام حلو. الصورة اللي بعديها ده ايه ده؟ دي اختك؟ لا دي معرفهاش. ده ايه ده؟ ده اللي هو ازاي يعني؟ لا ده كان عندها حالة وفاة وكان هو بيعديها بال لا 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 الصورة دي متركبة. كان عندها حالة وفاة برضه؟ لا الصورة دي متركبة. والله مش متركبة. متركبة ايه بس يا عم؟ سلسلتك اهي. ثواني انت بس ثواني. انت لابسها احنا جايبينها ده موبايلك. لا لا ثواني مش عندها موبايل. انت لسه شايفة موبايل انت هتخسرها ولا ايه؟ الصور دي لسه حاصله حالا. الصور دي ما كانتش على الموبايل. ايوه كده لسه حاصله حالا. امتى ده موبايله؟ ما انا عارفه ان دي موبايل. لا لا مش حاصله. لا مش حاصله حالا على فكره. الصوره دي متركبه. الصوره دي حاصله. لا 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 هقول لك على حاجه. الصوره دي في البيت في هنا في المكان هنا. احنا بنطلع الصور الهيدن حبيبتي. دي مش على التليفون. انا الصور كلها انا لسه فاتحاها مش على التليفون. يا بابا الصورة دي متركبة. هو مش في حاجة اسمها هيدن فولدرز ولا كناريا ما بيعملوش كده؟ حبيبتي الفولدرز بتاعه انا لسه فاتحاهم كلهم. طب هو اللبس ده جايبه منين يعني؟ الصورة دي وبعدين جوزي ما بيحبش الحاجات الساتين دي. طب يا جماعة الرقم اللي بعت الصورة. ايوه معلش انا عايزة اشوف الرقم. الرقم اللي بعت الصورة ممكن نكلمه؟ حط الكناريا يا رب. متعصبه قوي خليك. وانت مبسوطه قوي مش عارفه على ايه. دي حاجه على فكره مبسوطه بجد. انت واحده متضايقه لها طريقه غريبه. اعمل لك عصير ليمون يا جماعه بقى. اقول لها عصير ليمون تهدى شويه. لا شكرا لو عوزتها بقول لهم. لو في صور يعني لو حد يركب صور من دي تاني بلاش يعرضوها بجد. هو الحقيقه انا اللي اتعصبت لانه انا احنا بنهزر فانا مش حابه ابدا الموقف ده. بمعنى يعني احنا داخلين مسابقه وضحك وكده. طب وانا بضحك تشوفيني اتعصبت؟ مش حابه الموقف. مش حابه اني موقف. الموقف في الصوره مش حابه. جميله والله شكلك بتحفه. طب يا جماعه طيب اجيب الموبايل ونشوف الرقم. طب بعد اذنكم يا جماعه هتقولنا الموبايل ونشوف الرقم اللي بعت الصوره نكلمه. الصورة دي مش فاهمه بصراحه. ايوه هي مين دي؟ تعالي قولي الكلمه. تعالي بس انا ما اعرفش مين دي. انا كل اللي اعرف التليفون دي دنيا لكن دي انا ما اعرفهاش. ايوه انا طب ما هكدب ليه؟ ما انا لو هكدب هنا هكدب هنا برضو. انت في واحده بتكلمها هي تعرفها؟ انا كنت بكلمها وبقالنا فتره ما بنتكلمش وهي رجعت تكلمني كانت عايزه طلب وانا عديته وخلاص. يعني بس انت ما قلتليش. انا بثق فيك. انا ماشي بقى عشان ما اضايقكيش برضو. لا ازاي ما عشان ما اضايقنيش؟ ما انت لما قابلتها وجيت قلت لي. ماشي خلاص اللي حصل حصل. لا مش لما اللي حصل حصل. طب يا جماعة أنا ممكن أسيبكم دقيقة كده مع بعضكم تفكروا شوية عشان الحلقة كده مش هتنفع. أنا متأسفة. أنت دلوقتي بتقلديها؟ أنت بتقلديها؟ الصور دي مش طبيعية. ده أنا ما أعرف. أنا يعني طب أنا هقول لك أنا لما جم جابوا الرقم قلت لك الرقم يخصني لكن الصورة ما بتخصنيش بشيء. ممكن. ممكنين؟ ده مش شكلي أصلا. ما تقوليش ده مش شكلك. يا بنتي بص وشي منفوخ ازاي. تعالى انا اصورك صوره اقرب لك فيها وشك واوريك الشكل هيبقى نفسه. وبعدين انا لو انا هتصور مع حد يبقى بعيد عني كده. وانت بتتكلم على البعد. هي الكنبه مش واحده هتبقى بعيد عني كده لو انا عايز اغيظك مثلا اعمل حاجه. بتغيظني يا حبيبي؟ ده الصور دي كانت بيقولوا لك على فولدر لما نروح. طيب تمام. تليفون اهو. تليفون ايه؟ الصور قدام. طب قلبي في التليفون من غير ما اقلب. هو حضرتكوا بتصوروا دلوقتي؟ عايزين ميه بس. بلع يا حبيبي بلع. هتخلي التليفون معاك يخش الحمام؟ لا يا بابا خده معاك. ممكن تخليكي في حالك عشان بجد اسلوبك بجد رخم. اسلوبي رخم؟ طب انا بفهمك دلوقتي. انت دلوقتي الصوره دي انت شايفاها ان هي مش حقيقيه؟ يا ست انت مالك؟ ازاي انت ازاي عايزاني ابقى هاديه واضحك مثلا؟ انا حصل معايا موقف زي ده كده من شويه. عايزاني ابقى جايه هاديه؟ عايزاني ابقى جايه مش متعصبه ولا زعلانه يعني؟ هتدخن انت ازاي مش زعلانه؟ انت مالك؟ انا زعلانه على شيء؟ لا ما تزعليش على شيء.
والله زعلانة علشان ألف سلامة عليكي من الزعل يا حبيبتي. حرام يعني أنت جميلة وبتضحكي. حرام. طب بتقولي عليا إن أنا عصبية، طب أهو أنا دلوقتي هادية أهو، أنت كويسة أهو، ليه بيحصل معاكي كده؟ خليكي في عينك. بعد اذنكم ده برنامج، احنا مش واقفين في الشارع. بعد اذنكم احنا مش واقفين في الشارع. خلاص بقى خلصنا. بعد اذنكم احنا مش في الشارع، ده برنامج. انا عايزه امشي. انا عايزه امشي. لما خلص انا عايزه امشي. طيب للاسف مش هينفع تمشي غير لما نخلص المسابقه. انا مش عايزه المسابقه، انا عايزه امشي. طب وبعدين؟ طب ما انا خلاص يعني خلصت. هو في حاجة تاني كده؟ أروح. وإحنا كل حاجة نتكلم فيها في البيت ممكن؟ أنا عايزة أروح. استغفر الله العظيم. طيب يا جماعة بعد إذنكم شيلوا الصورة دي من على الشاشة وحطوا لوجو المسابقة عشان نكمل المسابقة بتاعتنا. خيانة في دمكم بجد. عليها حق من اللي أنت بتعملي ده يعني. خليك في حالك أنت كمان. أنا في حالي. تعرف؟ اسكت شوية. ساكت. أنا بجد بعتذر لك. على إيه؟ جدا. أنا آسفة. ما اتمناش ابدا اكون في موقفك ابدا يعني. معلش. اي راجل ممكن. انا الحلقه بتذيع مني يا جماعه. اي راجل ممكن يغلط. انا الحلقه كده بتذيع مني. اي راجل ممكن يغلط، فخلاص انا اعترف بغلطي وخلاص، الموضوع خلص. ايوه تعترف بغلطك لما اي كان بقى، اي كان غلط نتكلم في بيتنا بقى، يعني احنا دلوقتي خلاص انا اعترفت بغلطي. بعد ايه تعترف بغلطك؟ خلاص يا جماعه بعد اذنكم الكلام ده تخلصوه في البيت. قدامنا كلنا الكلام ده بعد اذنكم تخلصوه في البيت. طب انا بقول كده، بقول لك في البيت خلاص. انا بس انت معترف ان انت غلطان. ايوه معترف ان انا غلطان وان انت كذاب. ماشي. مش انت كنت لسه في الاول عمال تقول انا خلاص بقى هدي بقى النفوس بقى، انت مش جايه تسخني بيني وبينها. كفايه اللي حصل. اوكي خلاص، يعني انا كده هنقل الحلقه. اوكي تمام. انا متشكره جدا جدا ليكم، متشكره جدا اعزائي المشاهدين. كنتوا في برنامج المتزوجون وميرنا حصل فيها اكبر مقلب. كنا قدامي فيكي مقلب عشان نشوف رد فعلك، هو فعلا بيحبك ولا ما بيحبكيش؟ بس هو فعلا بيحبك. موافق طبعا. موافق. مبسوط. موافق. مش ليا. موافق. يا جماعه.